نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. انتبه أشقال، انتبه أشقال. مرحبا 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 بكم. باش نحكيو على قلنا في إذاعة ولا في تلفزة وقت اللي الكويزين انترن تخرج سيغ انتين. باش نمشيو البلاد بعيد علينا برشا، زامبيا مبيع على القناة. مش تحكي لحلى صباحا. لا لا أنا هذيك تو أمين هو واحد يقول شنية في الكويزين انترن يخرجوا ولا ما يخرجوش، هذيك تو من بعد في الأخر يجيبش يعطينا رأيه. باش نحكيو على المذيع الزامبي اللي كان يقدم في الأخبار في قناة خاصة، قناة كبيرة برشا غادي، ولكن وقت اللي وفات النشرة قال راهو احنا يا جماعة راهو مخلصناش مش قاعدين نخلصوا يا قناة، ماذا بيك ريت هاتوا الفلوس اللي عليكم. Away from the news, ladies and gentlemen, we are human beings. We have to get paid. Unfortunately, on KBN, we haven't been paid. People are getting instruments on KBN. Tapiro Joyce Simata, Sharon, and everybody else haven't been paid, including myself. We have to get paid. خلصونا راهو احنا في القناة هذي مش قاعدين نخلصوا، خلصونا يا جماعة. حقه ولا مش حقه بالطريقة هذه؟ ضري فد هو هكا حقه شنو معناتها؟ لا حقه يقول في اللونتين. فإذا نتصوروا ما وصل قالها إلا ما وصل إلى آخر درجات اليأس معناتها، معناتها قال باع. ما نعرفش مش من حقه. ليه؟ أو أنت تخدم في موزايك، ما عمرك ما تعرضت لحاجة كيما هكا؟ لا احنا في موزايك دار الكبيرة ما نتعرضوش لحاجة هذيا، عمرنا ما تعرضنا لها وبإذن الله إن شاء الله عمرنا ما نتعرضوا لها. أما بقى شنو؟ مش من حقه انه ما تكين نجم ما خلصش، هو مش موافق يقدم استقالته ويمشي على روحه. اي حبي يعمل فضيحه هو. اي مع تاريت وين دخلنا لهنا، دخلنا منطلق الفضايح، منطلق الفضايح الحق تاع ربي ما نمنش بيه معناتنا برشا، ولا قدم استقالتك وخرج قول راني ما خلصونيش كيما عملت انا قبل. مش في المباشر انت استقال. لا 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 معناتها خرجت قلت مانيش خالص، معناتها خاطر مانيش موافق كا ما فهمش مش موافق به باشا. داير التو ما كملت خلصت فيهم ترى بعث لهم رساله هاي بعث رساله عطاك مسامح. لا لا فما ربي المسامح كريم. لا لا مش مسامح، لا عرق جبينه كيك، ما فيش مسامح انا فما ربي وكاو، وحتى القضاء ما مشيتش. باش نحكيو على ضغوط اخرى يتعرضوا لها ساعات مذيعين تخليهم يستقيلوا على الهواء مباشره. باش نمشيو لقناه راشيا توداي، قناه روسيا اليوم الناطقه باللغه الانجليزيه، واللي مقرها واشنطن، وقت اللي مذيعه فيها تعلن الاستقاله مباشره احتجاجا على سياسه القناه فيما يتعلق باللي صاير في اوكرانيا. Last night, RT made international headlines when one of our anchors went on the record and said Russian intervention in Crimea is wrong. And indeed, as a reporter on this network, I face many ethical and moral challenges, especially me personally, coming from a family whose grandparents, my grandparents, came here as refugees. And I'm very lucky to have grown up here in the United States. I'm the daughter of a veteran. My partner is a physician at a military base. And that is why, personally, I cannot be part of a network funded by the Russian government that whitewashes the actions of Putin. I'm proud to be an American and believe in disseminating the truth. And that is why, after this newscast, I'm resigning. قالتنا استقالتنا من جدودها جايين من جايين من من اوكرانيا ومن من هنغاريا شو اسمها لونغيري ولا من المجر، وقت اللي جاوا هما كناس لاجئين. اليوم انا فخوره اني تربيت في البلاد هذه في امريكا اللي عطاتني برشا حقوق، اليوم انا ما نجمش نقعد نخدم في قناه اللي تقدم في تقدم الحقيقه بوجه اخر وباغلاط. هذيك علاش قالت اليوم انا نستقيل بعد النشره الاخباريه هذيا. دونك هذا باسباب سياسيه هي وضغوط تصير الداخل في وسط القناة. ووقتها روسيا اليوم هبطت قالت المذيعة هذي تحب تلوج على الشهرة، مش معقول أنه الخلاف اللي يصير الداخل في وسط القناة نغم ما يتناقش مع إدارة التحرير، ولكن مش معقول يخرج هكا على سيغانتين. شنو راكيت؟ اي بون في هذي معناتها الموضوع ما هوش شخصي، تحكي على مسألة الضغط السياسي. في تقديري كانت نجم تستقيل تخرج بلاغ، ولكن استعمال لونتين باش تعدي افكارها هي السياسيه لخلاف على الخط التحريري في تقديري ماهوش في بلاصته. وشاطر اياد نفس الراي.
ولكن الناس هذوما ساعات سجل هذه انه حدث تاريخي اول مره اول مره نفس الراي وما يقعدش يقول في حد شيء يعني نفس الراي نقطه واش على الستار في لبنان يصير عندهم برشا مرات الحكايه هذه فما مذيعه اللي هي بعد ولات دخلت للسياسه ولات نيبه بولا يعقوبيان اللي كانت مذيعه شهيره برشا في تلفزيون المستقبل المملوك وقتها لرئيس حكومه لبنان سعد الحريري وبعد حواره معها فقررت انها تستقيل وشكرته وقتها قالوا زاد لاسباب سياسيه بشكر رغبتك وإصرارك إني استمر بس لازم أترك بتمنى ما تزعل مني وبدي أقول بس منعا لأي تلفيقات وإشاعات بكرة حبيت أقول على الهوى بصوتي وصورتي بفتخر بمسيرتي بالمستقبل بالفيوتشر بالتلفزيون بفتخر إني اشتغلت معك بفتخر إنك لبناني أولا وآخرا وغير فئوي بفتخر كتير بتمسكك في رغم كل أرائي اللي أحيانا ما بتعجبك يمكن كتار بيعرفوا رأي النقد السياسيين والزعمة بلبنان بس كلمة حق الرئيس سعد الحريري من القليل اللي بيسمع الانتقاد وكتير اوقات بيرد عليه بيضحكي ولا مرة قال لي عملي هالشيء او ما تعملي هالشيء بعرف قدي تحملت شكاوى عليه وكنت ترد هيدا الصحافة والصحافة لازم تبقى حرة ببلد الحرية رفاهية غير ضرورية لكتار استقالت ودخلت للسياسه بولا يعقوبيان كنت تفكرها هي وقتها نتذكر وقت اللي معناتها صار حديث على انه سعد الحريري مختطف في الرياض ووقت عمل معها الحوار هذا في الرياض وكي رجعت للبنان قالت كلام مش باهي على السعوديه وقالت اللي هو تم سوء معامله ليه في السعوديه وبين سور نتصور انه الضغط السعودي على سعد الحريري هو اللي ادى لاستقالتها من التلفزيون هي المستقبل انها هي تستقيل وتشكره فقط على خاطر الضغط كما قلنا السعودي اللي جاي من برا فكانت هي كما نقولوا كبش الفداء في لبنان زاد عمناه والوقت اللي صار الانفجار الكبير كانت تفكروا في الميناء واللي ماتوا منه الاف اللبنانيين وضروا برشا ديار وبرشا ناس في لبنان فانه مذيع اسمه وسيم العرابي زاد يستقيل من القناه الرسميه اللبنانيه قدم في الاخبار استقيل ومعناها ونقد السياسيين وخلها لهم البلاد الكل وهاجر قال اقعدوا فيها لبنان انا ما عادش نجم نقعد فيها بالزيف نتاعكم بختام هالنشرة ومثل ما بتقول فيروز بالآخر في آخر هيدي كانت آخر نشرة بطل فيها عليكم بعد 11 سنة كنت عم طل فيها على هيدي الشاشة الوطنية 11 سنة كنت فيها عم غطي أحداث للأسف بأغلبها حزين بس أنا فالل لأن قرفت منكم أو بالأحرى لأني من ملاقى وطن انتو عملتو على قياسكم وخرج من لبنان ومشى للإمارات حنا عملها السياسيين نتاعنا مازال ما خلطناش للدرجه هذيك احنا اليوم مازال عندنا شويه ما نصبروا عليهم شويه صبر في تونس صارت مره مع زميله زينه الخميري وقتها تقدم في نشره الاخبار واستقالت نسمعها كيفاش عملت الاستقاله نتاعها اللي فاجأت الناس الكل وقتها ونقول لكم علاش النشرة الإخبارية وبختامها في الحقيقة أختتم مسيرتي في تقديم الأخبار واسمحوا لي بالمناسبة أن أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذه المسيرة المتواضعة التي كانت في الواقع شيقة وممتعة في نفس الوقت وأشكر رحابة صدركم أيضا كنت استقلت في آخر نشرة الرئيسية الأخبار 8 وبعد سألوها في الإذاعات وقالت أنا استقلت على خاطر بعد 14 سنة خدمة في الأخبار قالوا لي جيبش تعمل كاستينج مع ناس أخرين هذه حاجة ما هي ما قبلتهاش والاستقالة هذه خليتها تتعدى على مجلس التأديب بون زينة من أحسن الأصوات بصراحة اللي عنا وهي زميلة معتها متألقة وبصراحة خسارة معتها خسارة رجعت بعد ليه هي ما استقلتش من القناة هي استقلت من قسم الأخبار انسحبت من قسم الأخبار قالت أنا ما نقبلش أن يقولوا لي بعد 14 سنة إيجا أعمل كاستينج مع ناس جدد معناها ناس أول مرة يخدموا حتى كان ما حشتهمش بيها في الأخبار كانوا نجم يقولوا لها رو أما معناتها مقدم أخبار بعد 14 سنة دخلوا في منافسة مع ناس ما عندهمش تجربة نفهم الموقف نتاعها